السلام عليكم طلابي طلاب السادس الإعدادي بفرعيه العلم والأدبي. اليوم إن شاء الله الفيديو هو الجزء الثالث لاستخدامات use to، لكن هالمرة مع درجات المقارنة. قبل ما أبلش بuse to أحب توقفون الفيديو وتنقلون الملاحظات التالية حول التحويل إلى درجات المقارنة. درجات المقارنة اللي هي comparative degree. أول نقطة، طبعا هي هاي مراجعة بس أنا حبيت أن أكتب لكم إياها للطلاب اللي نسوا شون نحول وش وقت نضيف ER و more. نمبر 1، نضع كلمة more أمام الصفة التي تتكون من مقطعين أو أكثر. إحنا عندنا صفات تتكون من مقطعين أو أكثر، فلذلك ما يصير نضيف لها ER وإنما نضيف لها كلمة more قبل الصفة. إحنا تعلمنا أيضا، علمتكم أنا شون من كنتوا عندي بالرابع منهج الرابع والخامس، شون نحسب المقاطع عن طريق أحرف العلة. مثلا عندي dangerous خطير، لو أجي أقسمها للصفة dangerous صارت شقد؟ صارت 1 2 3. dan لأن بيها المقطع أي، هاي 1، و danger الجر بيها أيضا 1، صاروا 2، أيضا OU تعتبر 1، إذن صار عندي 3 مقاطع، لذلك راح استخدم more، فنضيف لها more dangerous. violent عنيف، more violent. polluted ملوث، more polluted. 2، صفة ذات المقطع الواحد نضيف لها ER، لكن ننتبه ألف نضيف R فقط للصفة التي تنتهي بحرف E. طبعا الصفة اللي نهايتها E ماكو داعي أضيف E ثانية، فقط أضيف R مثل nice لطيف، nicer large larger. تمام، نضاعف الحرف الصحيح الأخير إذا جاء قبله حرف علة واحد، نضعف مثل big bigger كبير أكبر، hot hotter حار أحر أو أكثر حرارة. ثالثا الحرف واي في نهاية الصفة يقلب إلى، دائما كنا متعلمين نقلبه إلى اي، لكن هنا نقلبه إلى اي ونضيف اي ار مثل easy easier easy easier سهل أسهل، funny مضحك funnier أكثر أضحاكا، و dirty dirtier قذر أكثر قذارة. الصفة التي لا تنطبق عليها الملاحظات السابقة نضيف لها ER دون تغيير. أكو صفات عندنا ما يحتاج أنه نطبق عليها أي من الملاحظات أعلى، مثل small smaller صغير أصغر، clean نظيف، cleaner أنظف. ضروري طلاب توقفون الفيديو وتكتبون الصفات الشاذة التالية، مثل good well good جيد، well أيضا جيد، ننتبه لها اثنيناتهم تأخذ درجة المقارنة better. إحنا مثل ما عندنا أفعال شاذة عندنا صفات شاذة، فننتبه لها هنا نتغير شكلها تماما. bad سيء، worse أسوأ، far بعيد، father أبعد، little قليل، less أقل، many والmuch تأخذ more. تمام عيني؟ هسا نرجع ل استخدامات use to ونشوف القاعدة شنو. طلاب أغلبكم راح يقول ست هاي القاعدة شو راح نحفظها طويلة، لا بالعكس إحنا هنا راح نكتبها ونطبق عليها ونشوف التطبيق شو راح يصير سهل. فقط ننتبه إنه يستخدم هذا النوع للمقارنة بين شخصين أو شيئين حسب القاعدة. إحنا من نقول نقارن أو مقارنة يعني صار بين شيئين أو بين شخصين، قارن من الأفضل. الاسم سواء كان اسم مكان أو اسم شخص أو اسم مهنة، زائد is للمفرد وآر للجمع طبعا، زائد صفة يا أما تأخذ ER يا أما تأخذ more قبل الصفة، تمام حسب المقاطع اللي تحتويها، زائد كلمة now. أنا هنا ما مطبوع ناسي أبو الطباعة يطبع ليها، فمخليت لكم سهم now ضروري تخلون now. نجي للكلمة اللي تدل على المقارنة هسه اللي هي كلمة than من، يعني هذا الشخص أو هذا المكان أفضل من، than معناها من. زين إذا كان عندي مفرد فأنا راح أضيف it، وإذا كان جمع راح أخلي ضمير they. أخيرا نستعمل used to be
اعتادت أن تكون. خلونا نشوف هسه شلون راح نطبق القاعدة على الأمثلة اللي عندنا. طبعا عندنا تمرين احنا بالكتاب، أنا هنا هو يحتوي على 5 نقاط، نعطيتكم أنا هنا 4 اللي أهم شيء. نمبر 1 doctors are، خلينا نشوف الصيغ اللي تجينا بالوزارة. doctors are good or better trained than they used to be. هنا أنا مدام خليها بين قوسين طالب أنه أختار الأطباء هم جيدين أو أفضل تدريبا من ما اعتادوا عليه دور أول 2017. أنا مدام عندي ذان خليت لكم خط تحتها، إذا راح أستخدم درجة المقارنة، فما أستخدم good أستخدم better. تمام، إذا الحل هنا better، يعني فقط مو يجينا يعني مثل ما عندنا بالكتاب وإنما تجي صيغ إلا. خلينا نشوف to education good compare education today. compare معناها قارن أو قارني بالتعليم اليوم اليوم with education 50 years ago وبين ما كان عليه قبل 50 سنة. use than مستعملة than دور أول 2017 طلاب خارج العراق. طبعا هو هذا نفسه موجود، النقطة موجودة بالكتاب. تمام عيني، فالحل راح يصير كالتالي. education بما انه عندي مفرد راح استخدم is، راح اروح على القاعده. انا سبق وقلت لكم تكتبون القاعده بالفاتح تطبقون عليها. education is نعطيني هنا صفه good. زين انا هنا good ما يصير اضيف لها ER وما يصير اخلي قبلها more، فش راح استخدم؟ استخدم حسب الجدول اللي اعطيتكم اياه better، فاقول education is better. طالب لي هنا قبل ما استخدمناه طالب لي استعمل today. هنا يقول هسه راح تقولوا لي set، احنا راح نستخدم now او today. اذا خليته now او خليته today ماكو اي اشكال، اثنيناتهم نفس المعنى، بس اني افضل انه اذا اجاكم هيج حاله تستخدمون اللي بين القوسين. يعني اقول education is better today وارجع على القاعده than استخدم it lo they. طبعا education عندي مفرد فراح يصير الحل education is better today than it used to be than it used to be. لهنا خلص الحل مال النقطة. 3 compare films now and films 50 years ago، قارن بين الأفلام الآن والأفلام قبل 50 سنة. use than violent، استعمل ذان وفالن. طبعا طلاب أنا نسيت أقول لكم أن النقطة 2 هي ما موجودة من ضمن التمرين هسه تأكدت، وإنما طلاب خارج العراق دائما يحبون يجيبوا لهم شيء غير مألوف تطمنوا. بالنسبة إحنا دائما دور الأول والثاني والثالث يجيبون نصا من الكتاب، لكن الفرق أنه مثل قلت لكم مثل ما قلت لكم النقطة الأولى doctors are هاي إحنا عندنا بالكتاب مالتنا بالتمرين نقطة 5 آخر نقطة طالب إنه نحلها هنا لا جايبها اختيار. أوكي هسه راح نقارن بين الأفلام اليوم الأفلام قبل 50 سنة. طبعا هي نقطة 2 بالتمرين، فراح أستخدم هنا لو تلاحظون إنه قبل ما أبدي الحل كمبر هنا جتي أول النقطة، يعني مو مثل نقطة 2 هنا من جاب لنا اياها بالقوسين كمبر، لا هنا جتي بداية الجملة. فلذلك انا دائما اقول لكم صيغة السؤال انتبهوا لها ايش طالب. زين خلينا نقول فيلمز هي جمع، فايش راح استخدم؟ فيلمز are. زين طالب لي الصفة اللي هي violent، فاقول فيلمز are more violent now than they used to be. films are more violent now than they used to be. الأفلام هي الآن أكثر عنفا مما كانت عليه سابقا. four towns big used to be used than. طبعا هاي نقطة 4 أعتقد بالتمرين اللي عندنا بالمنهج، ففقط حدد لي كلمتين، هو قال لي towns المدن وبيج بين قوسين ناطيني اياها او used to be استعمل كلمة استعمل than. طلاب اريد انبهكم على شغله، هنا النقطة 3 بصيغة ال used to راح نستعمل than من و as و as
لكن شو وقت as و as رح نستخدمها هسه؟ نجي على استخدامات as و as. من حدد لي؟ طالباتي أنا كانوا دائما يقولوا لي ست أنت شو تريدين من جبتينا towns big used to be، شو تريدين يا نقطة أو يا صيغة بالذان لو الآز والآز، فأني دائما أكون specific محددة، يعني أكتب لهم بين القوسين اللي أريده ذان أو آز آز. تمام، فراح أجي أحلها أقول towns بما أنه هي جمع فراح تأخذ are لأنه جمع، big تصير نضيف لها بيجر يعني ER اي نعم نضاعف الجي فصير towns are bigger now than they used to be. تمام عيني لهنا خلص الحل مالت التمرين اللي موجود عندنا، فقط نقطة واحدة واللي هو حل لنا اياها بالمنهج. راح نروح هسه على الصيغة الثانية لاستخدام used to اللي هي as و as. الصيغة الثانية اللي أنا مخليتها نقطة باء، درجة المقارنة البسيطة بزيد ديجري، لكن أنا الصيغة الثانية ردكم تكتبوها في حالة النفي فقط، ذيك ذان كانت في حالة المثبت، هسا ذا أنا عندي نفي إيش راح أسوي لكم؟ تنتبهوا لي. طلع أنا ليش ما انطيتكم أصلا النقاط كلها بالتمرين؟ ليش؟ لأنه هاي النقاط كان بيها not، فلذلك أنا خليتها من ضمن استخدامات as و as. احنا as و as ما اخذيها، as و as لازم تكون بيناتهم صفة. تمام عيني طلاب، as و as راح ارجع واقول في حالة النفي فقط، رجاء توقفون الفيديو وتكتبون مثل ما اني ناطية الملاحظة بالضبط. ايضا راح تكون القاعدة اسم، الفرق الوحيد انه هناك كان is او are، هنا isn't او aren't، تنتبهوا لها لان عندنا نفي، زائد as و as بيناتهم صفة. تمام، ونكمل بدون ما نستخدم لا than ولا now. الاسم زائد isn't أو aren't زائد as و as بيناتهم صفة زائد it أو they used to be. خلينا نشوف هسه من نحل احنا الأمثلة راح تكون إن شاء الله أوضح لنا. Families are not as big أو bigger as before. دور ثاني 2016. تنتبهون طلاب، هنا طالب فقط نختار. زين، أنا لو ألاحظ هنا أنا. انتبهوا لي يعني. أول شيء عندي not، زين، أو عندي families are not as، عندي not، عندي as وعندي as. than كنا نستخدم than، كنا نستخدم درجة المقارنة اللي تحتوي على ال er وال more. هنا طلابي ملاحظة جدا مهمة تكتبوها عندكم، نستخدم ب as و as صفة فقط وليست درجة المقارنة، صفة البسيطة المقارنة البسيطة، فلذلك آني البي كاتبتها درجة المقارنة البسيطة اللي فقط تحتوي على الصفة. تمام، يعني هنا اش راح استخدم ست، يعني هنا راح يكون اختيارنا فقط big، ما استخدم درجة المقارنة اللي تحتوي على ER والمور. تمام عيني، تمام. إذن استخدم big. تو life is not as، احنا as و as قلنا لازم تحتوي على صفة. دور ثالث طلاب خارج العراق 2016، عندي not فلذلك مستخدم لي as و as. as و as لازم تحتوي على صفة، فبدون ما افكر اني فهم الموضوع راح اختار easy. تمام، 3 air not pure used to be used as و as. هاي القاعدة او هاي الصيغة sorry هي اللي راح تجينا بالوزاري، شلون نطبق الحل؟ يلا خلينا نطبق الحل. الحل سوري، air الهواء، مفرد لو جمع مفرد، فش راح اقول؟ هو اصلا ناطيني not، وحتى لو ما ناطي انا مرات بصراحه من اجيب للطلاب ما اجيب لهم not، اريد اشوفهم هم مركزين وياي لان as و as لازم بيها not، فش راح اقول؟ air isn't as pure، صفه موجوده عندي هياته isn't as pure as it used to be، الهواء ليس صافي مثل ما اعتاد عليه. air isn't as pure as it used to be. four streets الشوارع، streets هاي نقطة ثلاثة بالتمرين اللي منهجنا، streets not quiet used to be used as و as. streets جمع رح يصير aren't as، الصفة وينها؟ quiet as
بما أني عندي streets فراح أستخدم they used to be. أعيد الحل, streets aren't as quiet as they used to be. لهنا طلاب كملنا التمرين اللي موجود بالمنهج مالتنا بالactivity book. أتمنى تكونوا فهمتوا استخدامات used to. شكرا جزيلا.